ربك يا ولدي إذا ما زرت العراق فقبل الأحباب، قبل الأعتاب وسلم على الأحباب وانسى ما كان منهم ومنا. لم يستطع إجابة رغبة أمه وزيارة بغداد مجددا، فالعقود الستة التي مضت على رحيل البروفيسور شموئيل من مسقط رأسه لم تكن كافية لمسح جرح الرحيل. شموئيل أو سامي كما يسمى في العراق تخصص في الأدب العربي، فدبج المقالات والكتب وعبقها بشجون وحب العراق. الأدباء كانوا يعتبرون أنفسهم أولا عراقي ثم عربي أي ثم يهودي. لكن الغريب في الأمر هو أن شموئيل رفض على حد قول عرضا تلقاه من أصدقائه العراقيين، وهو عودته واسترجاع الجنسية العراقية. أنا لا أريد وحدي أن أكون الذي يتسلم على الجنسية العراقية مرة أخرى، أما أن يكون سلام وبين الدولتين وبين الحكومتين وبين الشعبين، وإلا فأرى نفسي خائنا للوطن الجديد. وحتى تحقيق مبتغاه قد يكتفي شموئيل بتراب وماء من أرض الرافدين ليتأسى بذكريات قد تخفف عنه لوعة الاشتياق. حنين شموئيل إلى أرض الرافدين لا يعني العودة إلى العراق، إنما محاولة لإبقاء بصمة في الأدب اليهودي العراقي، تماما كمحاولة اليهود العراقيين هنا على إبقاء نمط خاص في حياتهم اليومية. طلعت الشميزة. أغاني طفولتهم وذكريات يتبادلونها في القهوة العراقية، بعضها كانت أليمة، فبعضهم ما زال يتنقل بأوراق ثبوتية تثبت ممتلكات نسبت إليهم. أثبت أنه هذا كان يمكن 200 سنة أراضي تبعنا في طابو. يعني توجهت للوكالة اليهودية عشان أنا ما رحت بعد، بدي أروح للوكالة وأثبت أنه كان عندنا بيت بعناه أخذنا مصاري، أما إشي اللي ما بعناه والشيخ أخذه بالقوة قال لي أنا بدي أخليك جوا التراب، ما تروح أنت، أبا أخليك أبوك يروح وأنت تظل هون. واضح أن اليهود العراقيين كغيرهم من اليهود الشرقيين لكل هوية خاصة اتسمت في الأدب والفن، لكن الاختلاف بالنسبة للبعض يكمن في ملف استرجاع الأملاك التي ما زالت عالقة حتى اليوم. لقناة الحرة، طماضر ملحم، القدس.